يعني سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل إيجاد حساب مقيد على تطبيقكم فريفاير. قم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات، من ثم سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والبحث هنا عن فريفاير خاص بكم، من ثم سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل الواي فاي. سوف نقوم بالضغط هنا على الفريفاير خاص بكم، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين مؤقت، من ثم سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل واي فاي خاص بكم. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم فيديو